عندما التقى الرئيس الأسبق بيل كلينتون بنتنياهو لأول مرة، قال كلينتون لمقربيه: أثناء الاجتماع بنتنياهو تساءلت لبعض اللحظات مع نفسي، من هو زعيم الدولة العظمى، أنا أم نتنياهو؟ ومنذ ذلك الحين بقي نتنياهو هو نتنياهو. مر رؤساء كثر على المكتب البيضاوي، وها هو رئيس ديمقراطي آخر بايدن. لابد أنه يطرح السؤال ذاته الذي طرحه كلينتون بعد أزمة امتناع الولايات المتحدة في التصويت على قرار مجلس الأمن. فنتنياهو يلوم، بل يكاد يوبخ الإدارة الأمريكية على امتناعها. وقبل الامتناع كان قد وضع لها خطا أحمر، إذ هدد بألا يرسل الوفد الإسرائيلي الذي طلبته واشنطن إن هي امتنع. لقد هدد نتنياهو وفعل، جملة أراد نتنياهو أن يرددها الشارع الإسرائيلي. وطبعا بعد هجومه ردد الوزراء ما يقوله زعيمه: الولايات المتحدة تعمل ضد مصالح إسرائيل. وبعد أن منع وفدا من السفر إلى واشنطن، أعاد نتنياهو وفدا آخر كان يفاوض في الدوحة، ورمى بالمسؤولية على واشنطن، والثمن تدفعه إسرائيل. فمواجهة نتنياهو مع الإدارة الأمريكية التي أدت إلى قرار مجلس الأمن ستكلف إسرائيل غاليا، إذ ستصبح أكثر عزلة وتفقد ما بقي في رصيدها من دعم. والمحكمة في لاهاي ستشدد خناقها على إسرائيل في الأيام المقبلة، وحظر بيع السلاح سيتوسع. وفي بداية الضغط الدولي تهدد كولومبيا بقطع علاقاتها مع إسرائيل إن لم تنصع لقرار مجلس الأمن، وكولومبيا لن تكون الأخيرة حسب توقعات المراقبين. وفي إسرائيل تزداد الأصوات التي باتت ترى الحقيقة أن نتنياهو في لعبة رهان خطيرة على مستقبله السياسي، لكنه لا يراهن من كيسه بل على حساب مصالح شعبه. نضال كناعني، سكاي نيوز عربية، القدس.